ان شاء الله. امام دلوقتي بيتردد ان وسام عنده عقد خارجي واحتراف، هو طلع معانا من كام يوم في الحفله بتاعه دير جيست وقال والله يا جماعه انا موجود في النادي الاهلي، انت شايف انه استمراره في النادي الاهلي ولا احترافه، خاصه ان هو دلوقتي بقى من الناس اللي بتعشقهم جماهير النادي الاهلي؟ لا طبعا، انا كواحد من اللعيبه طبعا اكيد عايز وسام معانا على طول. نعم. بس ده مستقبله برضو، ده قراره الاول والاخير. نعم. بس احنا بنحبك يا وسام طبعا، اللعيبه كلها بصراحه بتحبه وعايزينه طبعا يكمل معانا ان شاء الله. وسام، هل فعلا في اي عقود؟ هل في انت بتفكر في الاحتراف الخارجي؟ كابتن. بص، انت عارف الكوره عامله ايه بالظبط. نعم. والحمد لله الواحد لما الدنيا تمشي معاه هيكون في كلام كتير. نعم. بس انا ولا كلمت مع حد ولا حد كلمني شخصيا، ومش هتكلم بالموضوع كتير. يعني انا موجود في النادي الاهلي، وزي ما قلت لك يعني ربنا يوفقنا ونكسب البطولات اللي جاي. نعم. وانا يعني انا ايام المنتخب مركز على الماتش اللي جاي، ولما ارجع مع الاهلي ان شاء الله بخير ونلعب الماتشات. يعني مفيش اي تفكير بالطريقه دي. انا اللي هنا موسم ونص موسم يعني، ولسه ما شفتش اي حاجه في النادي الاهلي. حلم ان الواحد يعمل تاريخ حلو في النادي الاهلي، وده شرف ليا اكون موجود في النادي الاهلي حبيبي.